مستنقع الإرهاب اغتصاب واسترقاق جنسي. نستمع أولا لهذه الشهادات للفارات من قبضة داعش. أخذوهم طلعوهم بالسيارات كلهم، سمعنا صوت الطلقات، بنشوف يعني من بعيدة يقتلون رجال، فما قدرنا حتى يعني بالزور كنا نتنفس. يعني بالجقارة طفاب يعني على كتفي وبطني وبطر يعني بطراف رجلي هيجي، ليه ما يعني ما صار عندي قوة إنه يعني حتى أحكي، فاغتصبني. أخذني من بين البنات و يعني شد إيدي ورشني بالزور اغتصبني. يوميا يعني تقريبا شي يوم تقريبا 5 مرات. لا يعني حيل يعني أثر علي، يعني هسه يعني عايشة، يعني كأني ماني عايشة. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور عمر حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج اليوم. دكتور عمر، برأيك ما هي مضاعفات الإفراط في استخدام حبوب منع الحمل قصرا من قبل المراهقات في قبضة داعش؟ أهلا بيكي. في الأول يمكن استخدام وسائل منع الحمل ليها كذا مشكلة. أول حاجة إن وسيلة منع الحمل المناسبة لأي واحدة هي بتعتمد على الحالة الصحية، يعني ما ينفعش، مش كل الستات ينفع لهم إقراص منع الحمل. بعض السيدات يكون ممنوع أو خطر على حياتهم يستخدموا إقراص منع الحمل، قد يكون لو هي الست جالها قبل كده جلطات في الرجل أو في القلب، لو أخذت إقراص منع الحمل ده ممكن يؤدي لحياتها للخطر، أو قد تكون هي مريضة ضغط أو سكر إقراص منع الحمل غير آمنة. فيبقى إقراص منع الحمل هو كمان مش نوع واحد، هي أنواع كتير، ومش كل الستات أمان ليهم من استخدام وسائل منع الحمل زي الإقراص. هي المشكلة التانية في إقراص منع الحمل هي مشكلة تانية، ان احنا هنا بنؤدي الى جنس غير امن. يعني راس منع الحمل ما بتمنعش نقل الامراض الجنسيه اللي هي سيكشوال ترانسميتد ديزيز. فدلوقتي الواحده لما يتم اغتصابها من واحد وهو يغتصب بعديها واحده واثنين وثلاثه واربعه، لو واحده بس عندها ممكن مرض زي مرض الايدز هينقله لكل السيدات بعد كده اللي هو هيتم اغتصابهم، او ممكن ينقل امراض زي الهيباتيتس بي اللي هو التهاب الكبدي الوبائي بي، او مرض زي الهيربس سيمبلكس فايروس. فكلها امراض جنسيه خطيره جدا ممكن تاثر على حياه الست على المدى القريب او على المدى البعيد، ممكن تؤدي الى الوفاه. يعني حاجه زي الهيربس سيمبلكس فايروس او الهيومن بابيلوما فايروس، دي امراض ممكن تؤدي بعد كده الى سرطان عنق الرحم، او ممكن يؤدينا الى امراض خطيره زي الايدز. فيبقى احنا المشكله ان اقراص منع الحمل اول حاجه هي لا تمنع نقل الامراض الجنسيه، فبالتالي لو هو اغتصب واحدة عندها أي مرض جنسي ممكن ينقلها لكل أهل القرية. دي أول مشكلة. المشكلة الثانية إن مش كل السيدات أمان ليهم أصلاً إقراص منع الحمل، فقد يؤدي إلى الوفاة، لأن هي مثلاً لو عندها تاريخ مرضي في العيلة لسرطان الثدي وأخذت إقراص منع الحمل، ده قد يؤدي إن هي على المدى البعيد يجي لها بعد كده سرطان الثدي، أو لو هي جالها قبل كده جلطات في قلبها أو في رجليها، لو هي أخذت الإقراص ممكن إن هي نفسها يجي لها بعد كده جلطات وده يؤدي بحياتها. احنا عندنا كمان مشكلة أكبر حقيقة، هي المشكلة الصدمة النفسية بتاعة الاختطاف والاغتصاب. صح، ما هو بالضبط هذا سؤالي دكتور عمرو. يعني بالإضافة للأمراض التي ذكرتها، ما هي العوامل التي يمكن أن تتحكم في هذه الاضطرابات النفسية والسلوكية للمغرر بهم من الإرهابيين؟ يمكن دايما بنقول الفهم الخاطئ للدين. يعني انا كان بعض ساعات الناس ممكن يحكي لهم ان انت لما هتجاهد، هو بيحكي لهم ان ده جهاد في سبيل الله، فانت لما بتجاهد انت كده هتخش الجنه او ان انت تقابل الحور العين. فحتى دايما التفسير الخاطئ لكل حاجه في الدين، يعني ممكن حتى في موضوع داعش يقول لهم نستخدم إقراص منع الحمل لان الاغتصاب حلال طالما اثناء الحرب، بينما لو هي حامل ما ينفعش ان هي تغتصبها. وعشان كده وده الدليل ان هم حتى غير ان هم بيخلوهم يستخدموا إقراص منع الحمل، لو واحده حملت هم بيسقطوها على اساس ان هي لو واحده حامل ما ينفعش ان هو يغتصبها. يبقى دايما الفهم الخاطئ للدين يخليه يعمل حاجات غلط، ابتداء من ان هو يبرر الاغتصاب انه يشوف ان ده يندرج تحت بند الجهاد، او ان هو يبقى مفسر ان هي لو حامل يبقى هي لازم تسقط، لازم ان هو يسقطها. فيبقى دايما الفهم الخاطئ للدين لما حطيناه داخل المفهوم الديني ان هو ده جهاد، هو ده اللي يخليه ان هو يغلط او ان هو يبرر لنفسه الاغتصاب، لان هو في الاخر شايف ان ده تحت المنظور الخاطئ للدين. فده يمكن رجال الدين عليهم دور كبير جدا في توعيه الناس ان الجهاد الحقيقي هو يمكن جهاد النفس زائد الفهم الصحيح للدين.
طيب دكتور عمرو، ما هو برأيك دور العامل الجنسي في الإرهاب وتجنيد الإرهابيين المراهقين؟ يمكن لو شفنا أعمارهم كلها هنلاقي الأعمار كلها صغيرة، 16 و17 و18 سنة، يمكن ده بيبقى قوة العنفوان الجسدي والجنسي، فده أكيد من ضمن الحاجات اللي بتشجع الشباب، يعني بيبقى فيه منها روح المغامرة، روح إن هو يخش في علاقات جنسية، بجزء منه إن هو حتى يبقى فيها فلوس وغنائم، فطبعا هنا الشباب دايما سهل إن أنت تسيطري عليه، يعني دايما بنقول الشاب اللي دماغه فاضية وعقله فاضي سهل نسيطر عليه، فلازم دايما نركز مع عقول الشباب ان هي تتملي بالافكار السليمه مش بالافكار الهدامه، تتملي بالفهم السليم للدين بدل ما تحط لك فهم خاطئ للدين، وزائد ان يكون طبعا الشباب يكون عنده دايما احساس ان في امل ومستقبل، يعني دايما بقول اللي فاقد الامل في المستقبل او اللي عقله فاضي او اللي جيبه فاضي هو ده اسهل واحد ممكن تغرري بيه، هو ده اسهل واحد ممكن تملي له دماغه، زائد ان هو عنده كمان بيبقى الاحتياج الجنسي، فهو ده يخليه طبعا يشترك ويكون فرحان باللي هو انه بيعمله، ان هو بيشبع بقى كل انواع الرغبات سواء الرغبات الجنسيه او ان هو حتى مع انضمام زي تنظيم داعش بيبقى فيه فلوس وبيبقى فيه غنائم. طيب دكتور، أغلب أعمار منافذي الهجمات الانتحارية من غير المتزوجين، وكذلك تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 عاما، أي ذروة الرغبة الجنسية، هل لسلوكهم المتطرف هذا علاقة مثل ما ذكرت بالكبت الجنسي؟ ده أكيد طبعا، يعني يمكن وده اللي يفسر لنا هو ليه موجود في الشباب، يمكن موجود في الشباب لأن بيبقى السهل أنك تملي دماغ الشاب، يعني لو دماغ الشاب فاضية سهل أن أنت تسيطري عليه، زائد موضوع الجنس من الحاجات اللي هيشد الشباب جدا للانضمام، لما يعني لما يعرف أن هو قد يكون أن هو بدل ما هو هيتجوز ويبقى عليه مسؤوليات ان هو يفتح بيت او ان هو يصرف، لا يعني هو متاح له بقى ان هو يغتصب واحده واثنين وثلاثه، فيبقى الكبت الجنسي ده اكيد بيفتح باب ان هو حتى قد يكون هو غير مقتدر ماديا، فهو لما يشترك مع تنظيم زي داعش فيقدر ان ده يفتح له، فيبقى السن اكيد ليه عامل مع قله الخبره مع الاحتياج الجنسي مع الاحتياج للفلوس، يمكن كل دي عوامل تساعد على الانضمام لداعش، زائد طبعا الفهم الخاطئ للدين. وهل يمكن إذن تفسير كل ما يحدث بأنه ربما إفراغ لطاقة حرمان جنسي مدقع يأتي في صورة تطرف عنيف؟ يمكن هتبقى واحد من العوامل، بس مش هتبقى من ضمن، مش ده السبب الوحيد، يعني زي ما قلت لك قبل كده أخطر واحد تخافي منه اللي دماغه فاضية واللي جيبه فاضي، اللي جيبه فاضي هو أكيد ممكن ما يعرفش مش عارف إن هو يتجوز بالطرق الطبيعية، فبالتالي لو هو مستقر نفسيا وعاطفيا وجنسيا أو إن هو متزوج فهو مش هيحتاج إن هو يلجأ لحاجة زي كده، زائد إن هو لو جيبه فاضي هو حاسس إن ما فيش قدامه مستقبل، ولو دماغه فاضية وما فيهاش الأفكار اللي هي البناءة هيتحط مكانها الأفكار الهدامة، هيحط مكانها فكرة السطو والسرقة، فيمكن دايما الرسالة اللي بنوجهها لازم نركز مع شبابنا أكتر سواء بقى بالتعليم وإن احنا نفهمهم حقوقهم وواجباتهم. شكرا جزيلا لك الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، شكرا لوجودك معنا على الحرة.